inside. Но мы отдельно носим смаки отделены. محتاج اعرفها عشان نعرف هي دي بتعمل ايه. بس ملهاش اجابه سهله. زي مثلا لو كنت هتقعد تقول انا اقدر اعمل حاجه سواء سقطانه او مش سقطانه اقدر اعملها خلاص. حد زي مثلا يقول يا زمان لو كنت عملت الحاجه دي كان زماني في حته احسن بكتير، كان زماني دلوقتي غني على فلوس، زماني فرحان على الاقل. او مثلا خوف من عيال الناس، تقول مثلا انا مش هعمل الحاجه دي حتى لو بتسعدني، بس انا مش هقدر اعملها عشان عيال الناس انت هتتكلم عليا او حد يضحك عليا او حد يقول عليا اي حاجه. بعد كده مثلا تقول من شغله ازاي، يقول مثلا انا هطلب في الدنيا ضغط، انا مش هينفع على كده، انا مش هينفع على كده افكار او اقول حاجه غير كده هتترفض، مش فارقه معايا الكلام ده. وده اللي بيبين مدى ان هم مش عارفين يعني ايه السعاده. نرجع تاني ونقول انا ازاي اكون سعيد؟ احنا تيم رابينز معاك واحد معاك محمد وطوان وديفيد وكل هنتكلم عن هابنس ديفينيشن ديفينس ميجر بنفيتس اوف هابنس اند هيومن هابنس اند سمايل سوشيال ميديا هاو تو بي هابي. دلوقتي يعني ايه هي السعاده؟ طبعا محمد وات از هابنس؟ السعاده عباره عن حاجتين. اول حاجه الدنيا تبقى مفكره بدل كيف الفرفكت عباره عن تقييم مختلف انواع المشاهد اللي تحسها وقديم اللي هم طبعا. تاني حاجه هي الكونتنت. الكونتنت عباره عن تقييم الانسان لقد ايه؟ لقد ايه من لقد ايه من الحاجات اللي بيتمنى ان هي تحققها. هو ايه قضيه الهم؟ احنا كبشر بنحس بعدم السعاده عشان احنا طبيعينا صعب نتبعها. بس من مجرد ما نحقق رغبه او غرض كان كنا نفسنا فيه نبدا بدل ما نحس بالرضا بنحس بنوع من انواع شعور بالملل. فبنبدا نحط رغبات واهداف اكبر واكبر. النظريه دي درسناها على علماء النفس، درسوا النظريه دي بيسموها بالنيورو اديكيشن. وات داز هابنس ديبند اون؟ زي ما انتم شايفين في الصوره دي 10% من السعاده بتعتمد على الظروف والامور دي. و40% من السعاده بتعتمد على الكلام السيف بوينت. والممكن يبلغوا في المفاجاه ان 50% بتعتمد على الجينيتكس. ميجرينج هابنس. السعادة في الأصل شيء نسبي، فما ينفعش نربطها بالغنى، بالصحة أو الشغل. يعني على سبيل المثال زي ما أغلبنا أكيد سمع قصص عن قد إيه ناس كانوا أغنياء بس مش صعبة. السعادة مقياس السعادة مقياس السعادة بنقيسه من خلال حد الأسئلة اللي ممكن تتسأل. أحد الطرق اللي إحنا نقيس مقياس السعادة اللي ممكن تستعملوها هي أوكسفورد هابنس كوشنير. كوشنير ده عبارة عن 29 سؤال ممكن تخش تجاوب عليه ويقول لك قد إيه سعيد. بعدين مع انتوني ماشي اتكلمنا دلوقتي عن البنفيتس اوف هابينس اللي بتاثر على جسم الانسان. البنفيتس عامة اللي بتاثر على جسم الانسان هي بتبقى ريليفز بس اليمينيت ديبريشن جيفز مور انرجي البرن اوت بافرنج وريو ستريس. الريو ستريس ده هو نوع الستريس اللي بيدي كونستنت انرجي اللي هو بيكون بيدي حيويه ونشاط. اتكلمنا اكتر دلوقتي عن الهيومن تيتشنج دلوقتي ازاي واحنا بندرس فيه من داخل هارد فان او الهيومن ماشين ان احنا دلوقتي مثلا نبتدي نجيب الاستريس نبتدي ايه لو مثلا ممكن داخل حاجات جديده شويه وقت نشرح او حاجه ممكن تخلي الموضوع اهدى نبتدي دلوقتي يعمل صله ما بين مثلا اللي بيشرح واللي بيسمع نبتدي يخلي الموضوع اسهل وانا مثلا بذاكر نخلي الموضوع حر اكتر على طول في يعني نبر ونبتدي يخلي يعمل علاقه ما بين الدكتور واللي مثلا اللي بيسمع منه بحيث ان هو بيعمل ما بينه هو صله بحيث ان انا النهارده اسمع الدكتور ده بحيث مثلا مع شرحه بيخليني اركز جدا وانا بذاكر فابتدي احب الماده اكتر. كلمه دلوقتي عن الهابنس اند سمايل. احنا واحنا عامه لما بنتبسط او لما بنضحك بيكون في تو هرمون سيرف الدوبامين بيكون الدور هما الاغلبيه ان هما بيسيطروا معانا لما بنتبسط او لما بضحك بيبتدي يهدي الدنيا شويه ويخلي الاستريس يقل. كذلك ان هو اللي بيسيطر على السعاده فيبتدي يخش ان لازم على طول تكون سعيد او تكون مبسوط الحاجات لك على طول لازم تبتسم. عامة الانسان اللي بيفضل على طول مبتسم او اللي بيبتدي يطلع سعاده بيبتدي يكون فيه عميل في كذا شخصيه زي مثلا الليدر شيب انتليجنس كايندنس اتراكتف انه يكون مبتسم. لو بصيتوا كده على الصوره دي ده
لازم تحس الفرق. النهارده لو بص على واحد يتصل مع واحد مكشر، دلوقتي الناس عارفين احنا بنتكلم مثلا احنا بنتكلم معاك بتكون اسهل شويه، لو واحد مكشر الموضوع بيكون صعب شويه، بس لازم بعد كده اتعلم الحاجه اللي كده. النهارده لو انا مثلا مع الكوليج ستوري او مع السوبيريور ستوري زي ما بقول اكون مبتسم، بكون مش مبتسم شويه عشان الموضوع يكون اسهل في التعامل. دلوقتي معانا 2 مليون، كلمونا اكتر عن السوشيال ميديا. هنتكلم عن السوشيال ميديا وعلاقتها بالاهل. السوشيال ميديا انتشرت جامد ما بيننا لدرجه انها بقت جزء من ثقافتنا، لدرجه ان 80% من الوقت اللي احنا صاحبين فيه تقريبا بيتم في السوشيال ميديا، وده اكيد بيأثر على سعادتنا. الصوره اللي ورايا دي بتبين بعض الابلكيشن بتوع بعض السوشيال ميديا ابلكيشنز بالنسب للارقام. لو بصينا على فيسبوك مثلا هنلاقي فيه 2.9 مليون يوزرز على فيسبوك، لو بصينا على حاجه زي تويتر 353 مليون يوزر، اكيد الكلام ده بيأثر على سعادتنا. التصفح على الانستجرام مثلا باللايكس، الفيسبوك للابلودز، عندكم التيك توك بقى مشهور جدا بالترندز، كل ده بيفعل مستقبلات معينه عندنا في المخ، المستقبلات دي بتتفاعل برضه بتأثر تأثير المخدرات والرياضيات والحاجات دي كلها، وده بيديك سعادة تقدر تقول عليها لحظية أو مؤخرة، وبيليها نوع من أنواع التوتر أو القلق. التوتر أو القلق حاجة ليها نتيجة حاجة اسمها فير أوف ميسنج أوت أو سوشيال إنفيرجن. يعني إيه مثلا يعني إيه الكلمة دي؟ سوشيال إنفيرجن يعني أنت بتبقى داخل على الإنستجرام مثلا تشوف صاحبك بتصور مثلا في الجاليري، تشوف الناس عايشة حياتها، صاحبتك اللي بتتجوز وعاملة فرح حلو، صاحبك بيتعامل فورما وجسمه حلو احسن منك، انت بتحس انك منعزل عن العالم مش زيهم، حاجه مختلفه، ده اكيد بيأثر على سعادتك. برضو حته الفير اوف ميسنج اوت لما انت قاعد النوتيفيكيشن جت على الموبايل يبقى لو انت عايز تشوف عايز تتابع مين نزل ايه مين عمل ايه، ايه معنى كلمه فير اوف ميسنج اوت؟ هل ده معناه ان السوشيال ميديا بيبقى تأثير سلبي لو طبعا احنا ممكن نستمتع بيه وممكن تزود سعادتنا، ولا ان احنا بنستخدمها كتول للكوميونيكيشن بيننا وبين الناس اللي احنا ما نقدرش نتعامل معاها زي مثلا قرايبنا او اللي بره مصر؟ دلوقتي الميديا كده احنا اتكلمنا عن ايه السعادة وفوائدها وسعادتها في حياتنا، لكن لسه ما جاوبناش على السؤال ازاي اقدر انا ابقى احنا قلنا ان السعادة هتطلع كذا حاجة من الجينات وظروف الحياة، لكن أهم حاجة هي موقف الحياة، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أتحكم فيها. في طريقتين أساسيتين بقدر أبقى فيهم أسعى، أول حاجة إن أنا أسعى للفرحة في حياتي اليومية، وده ممكن أحققه في صغري. أولهم إن إحنا نتبنى التفاؤل. ممكن أحس بإحساس نيجاتيف أو أشوف حاجة وحشة أو أحس بإحباط، لكن ما ينفعش أستسلم لنفسي نفسي. لازم احول وجهه نظري دايما لحاجه ايجابيه. تاني حاجه الضحك، لما الواحد بيضحك زي الابتسامه بيفرز جسمه بيفرز هرمونات بتدور السعاده وبتقلل الستريس. تالت طريقه هي ان احنا نشترك في تجارب الحياه دي، تجارب مش علميه تجارب جديده بتحسن دايما من الحاله المزاجيه اللي جوايا. واخر حاجه هي ان احنا نهاف فن، نسمع ميوزك، نكون سبونتينيوس، ندور على كل حاجه في حياتنا ونحولها لمصدر سواء الدراسه او الشغل كده. تاني طريقة هي إن احنا نبني عادات إيجابية ومنها التفاؤل، زي ما قلت لازم نتفهم إن أنا ممكن يجي لي أفكار سلبية، لكن لازم أبدأ أغير من حياتي، أحدد إيه الحاجات اللي تبدأ تبقى صغيرة وكمان أحصل نفسي ناس إيجابية. تاني عادة هي السيلف كير، ما ينفعش أعدي يوم من غير ما أحاول على الأقل أعمل حاجة تكون مفيدة. تالت حاجة إن أنا أعبر عن الشكر، أهتم بالناس اللي بتهتم بيا وأحاول دايما أساعدهم. بدون صداقات عدم مهمة. خامس حاجة إن أنا أقدر الحياة الصغيرة، لازم أهدى وأبص وأركز وألاقي كل حاجة في حياتي وأبقى جريت كده. آخر حاجة هي طريقة التفكير وين وين، لازم أشارك دايما مع الناس اللي حواليا وما أفكرش بس في حسابي أنا. السعادة جزء أساسي جدا من الحياة، لكنه مش بيجي لوحده، لازم كل حد فينا يشتغل هو ويصرف. أتمنى إن احنا نكون ساعدناكم.